منذ تنصيب نبيل الرميلي عمدة لمدينة الدار البيضاء، ترقب وانتظارات للمواطنين حول مستقبل العاصمة الاقتصادية في عهد حزب الحمامة، مدينة مليونية لطالما عانت من مشاكل واختلالات متعددة، والرهان اليوم على المنتخبين الجدد للمضي قدما بالقلب النابض للمملكة. عندنا إشكالية في مدينة الدار البيضاء هو غياب مساحة الخضراء، نتمنى وتكون عندنا مشاريع ضخمة في هذا الإطار هذا. ومن الدور ديالك نتكلموا على القطاعات الغير المهيكله، نتمنى تكون عندهم واحد التصور واحد البرنامج اللي يأطر هاد الناس هادو هاد البرامج هاد المشاريع اللي اولا هاد القطاع الغير المهيكل. كنخص بالذكر التعليم الاولي اللي عندنا فيه واحد الاشكال كبير. هاد التعليم الاولي هذا هو هاد القطاع غير المهيكل اللي كنتمنوا ان السيده العمده انها تشوف من هاد الجانب هذا الاطار القانوني باش هذوك المربيات ولا المسؤولين ولا اصحاب المشاريع يتاثروا حتى هما في اطار القانون الشغل. اولا الجانب الامني، تعزيز المنظومه الامنيه بمدينه الدار البيضاء، لان هذه المساله هذه اصبحت تؤرق الساكنه. اذا خص العمده تشوف دي بارامتر اللي من خلالهم تعزز الجانب الامني. عندنا الاحتلال ديال الملك العمومي، هذه المساله هذه كتخلي المواطنين كيعيشوا الشتات في الشارع. ثالثا كاين المساحات الخضراء، المساحات الخضراء اللي كاينه على قلتها كيخص التاهيل ديالها، وبالتالي هذه المساحات هذه خصها تربط بالشبكه ديال الانترنت باش تكون مساحات ثقافيه. رابعا الاصول ديال النقل بمدينه الدار البيضاء ما كيسعفش كاع المستعملين ديال الاسطول هذا، فالامر يستوجب أن العمدة تراعي الظروف ديال التنقل ديال السكينة، بدءا بقطاع النقل مرورا بالبنية التحتية ووصولا إلى نظافة المدينة، مطالب أساسية ضمن أخرى ينتظر البيضاويون حلولا لها في أقرب الآجال، معولين على نبيل الرميلي لتسريع وتيرة المشاريع المهيكلة. أولا الدار البيضاء ولات ورش كبير، نتمنى من الله يديروا لنا هذا الورش، يسرعوا في الوتيره ديال الاوراش هذه باش الدار البيضاء ترجع كما كانت في واحد الوقت. الكلمه الثانيه او الانتظار الثاني هو لازم على العمده يخلقوا مشاريع للشباب، لانه الشباب محتاج بزاف ديال الحوايج اللي خاصو يخدم بهم. الشغل ما كاينش، ولكن الا فتحنا لهم اوراش ديال الشغل او راش مشاريع اللي غيخدموا فيها كنظن غادي تكون مزيانه. ونتمنوا الخير للعمده في اول تجربه ديالها، تجربه نسائيه في الدار البيضاء، نتمنوا لها التوفيق. انتظروا بعد هذا القطاع اللي احنا عايشين به انه تهيكلوا لينا، وكتشوف بان هذا الصداع اللي نايض علينا وهاد الضجه وهاد الفيسبوكيين بغينا تقنن لنا سميتو، بغينا تصاوب لنا الطرقات، للناس المواطنين تصاوب لهم طرقات زفت من تعبيد من رصيف الراجلين. نطلبوا منها يعني بزاف الامور، منها النظافه في الاحياء، وبالنسبه للتدبير المفوض لشركه النظافه يعني خصها تكون واحد المراقبه اكثر صرامه. كي كنشوفوا ان عشنا الاعوام الاخيره احتجاجات ديال المستخدمين لهاد الشركات هادو المفوضه في تدبير النظافه. عاوتاني كاين بالنسبه للناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني الولوجيات في نقولوا في الادارات العموميه وفي المدارس اللي كاين واحد الخصص كبير 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 بزاف. نبيل الرميلي والتي انتخبت عمدة لمدينة الدار البيضاء في إطار الانتخابات الجماعية الأخيرة، هي اليوم أمام جملة من التحديات أبرزها استرجاع ثقة الساكنة البيضاوية في المنتخبين بعدما عانت مدينتهم طيلة سنوات من سوء التدبير.